بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أبواب السعادة. بابنا اليوم راح يخص الزوجة، وراح نطرق هذا الباب لصالحها. شلون تقدر هذه الزوجة إذا حتى أهملت نفسها تسترد حقوقها؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. طبعا ما في إنسان في الحياة ما هو خطاء، يعني ممكن يخطئ في حياته الاجتماعية أو حتى في مهنته أو حتى على نفسه. يعني من الأخطاء اللي ترتكبها الزوجة في حق نفسها هي نكرانها لذاتها، يعني ما تهتم لنفسها لدرجة أن هي تهتم في الآخرين أكثر من نفسها، رغم أن رب العالمين يعلمنا الدعاء فيقول اللهم اغفر لي. لازم نبدأ بالبداية بأنفسنا، وبعدين لوالدينا، وبعدين للمؤمنين. حتى لما نركب الطيارة، إذا ركبتوا الطيارة يجي المضيف يشرح إذا صارت مشكلة في الطيارة راح ينزل لكم الأكسجين. أول شخص اللي المفروض يأخذ الأكسجين هو الشخص نفسه، وبعدين يساعد الآخرين. نكران الذات واحد من الأشياء اللي أنا ما قاعد أنقذ فيها نفسي أو أساعد فيها نفسي، فبالتالي ما راح يكون عطائي بالطريقة الصحيحة. ثاني شيء هي الحدية المستمرة، يعني الزوجة تعيش في ضغوط، إذا كانوا أولاد، زوج، أهل زوج، أهلها هي، دوامها هي، اهتماماتها، يعني نوعا ما الضغوط كثيرة عليها فتخليها نوعا ما حادة. هذه الحدية ما راح تخليها هي كفطرة يعني أنثوية، راح نوعا ما تنلغي من عندها، وهذه الأشياء مضرة جدا على شخصها وعلى فطرتها اللي رب العالمين خلقها عليها، على حساسيتها ونعومتها وأنوثتها. فهذه الأمور احنا قاعد نذكرها واحدة واحدة تحتاج علاج. فاللي تلاحظ نفسها ان هي تملك او تتصف بهذه الصفات خلها تعالج نفسها اول باول. ثالث نقطة اللي تخلي الزوجة يعني تقع في خطأ في حياتها هي الغيرة المريضة، خلنا نقول يعني دائما متابعة لهذا الزوج، وين راح وش كلا وش سوى ومن معاه، فدائما اتصال ومسجات، ويعني كأنه بالضبط محقق عايش في البيت، وهذا ترى قاعد يضرها هي أكثر من ما يضر الآخرين. وإحنا دائما نقولها إذا كنا في سيارة وصار الله لا يقول حادث قدامنا أو واحد لف علينا بطريقة غلط، ويانا قعدنا بسيارة نصرخ على هذا الطرف الآخر ما راح يسمعنا. يعني إحنا لما قاعدين يعني نعصب بالسيارة بالأساس إحنا اللي متضررين مو الطرف الآخر. فالغيرة هذه راح تولد عند الطرف الآخر إذا كانت زايدة عن اللازم أو خلينا نقول مريضة، راح تولد عند الطرف الآخر شك في نفسه وعدم ثقة وعدم مصداقية وعدم أمانة. فبالتالي يقول بيني وبينكم، ما يخالف أدري بيني وبينكم في التلفزيون، ولكن في وايد ناس ترى تقول دام أن أنت شاكة وأنا مو مسوي شيء فخلا روح أسوي شيء أحسن من ما أنا مشكوك فيني وأنا ما عندي شيء. فحطي بالك أن هذه الأمور مهمة جدا، أن هذه الغيرة تكون محمودة ومتوازنة مع هذا الزوج. في زوجات للأسف عندهم الماضي هذا يعني وايد شيء عريق، أنه دائما يذكرونه، حصل لي وسويت لي وظلمتني وحطيت لي وما وديتني وما سويت. الماضي راح، تبين تعالجين عالجي اللحظة اللي انت فيها، حتى المستقبل بمجرد ما تعالجين لحظتك انت اوريدي قاعدة تجهزين شيء زين لمستقبلك. وفي عندنا زوجات من كثر ما عندهم حس الأمومة عالي تبي تكون أم لزوجها وأم لأولادها وأم لأمها وأم لخواتها وأم لصديقاتها. طلعي من هذه القالب، من هذا القالب اللي انت حاطه نفسك فيه. ترى الزوجه انسانه عاديه وانسانه تستحق ان هي تعيش حياتها بكل مراحلها. خلي يوم تكون هي الطفله، خلي يوم تكون هي الزوجه، خلي تكون هي الليدي، خلي نقول المراه اللي مثلا تحب انها تهتم في نفسها. يعني عيشي الادوار كلها، ولا تعيشين دائما حاطه في بالك ان انت مسؤوله عن كل هالكوكب اللي حوالينك، وانت اساسا قاعده تستنزفين من الداخل. المطالبات اللامتناهيه، يعني دائمه الطلب الطلب، ايضا هذه من الاشياء اللي تستنزف طاقه الزوجه ونوعا ما تخليها شخصيه منفره في البيت. تابعونا بعد هذا الفاصل.
نكران الذات واحد من الأشياء اللي أنا ما قاعد أنقذ فيها نفسي أو أساعد فيها نفسي، فبالتالي ما راح يكون عطائي بالطريقة الصحيحة. هي الغيرة المريضة، خلنا نقول يعني دائماً متابعة لهذا الزوج، وين راح وش كلا وش سوى ومن معاه، فدائماً اتصال ومسجات، ويعني كأنه بالضبط محقق عايش في البيت، وهذا ترى قاعد يضرها هي أكثر من ما يضر الآخرين. طبعاً إحنا عندنا نقطة مهمة لازم نعرفها، بأن إحنا عندنا عمرين، يعني كل شخص يحتفل بيوم مولده هو يومه الزمني، ولكن ليس هو اليوم العقلي. يعني إحنا عندنا زمن نحتفل فيه، وعندنا عقل كل ما ينمو المفروض إن إحنا نحتفل فيه. فبالتالي في عندنا ناس تعيش زمنها، ولكن مستوى العقل ما راح يكون مثلاً بمستوى الزمن اللي هي فيه. يعني شخصية اللي بنقول عمرها 40 سنة ممكن تتعايش عقليا بعمر 30 سنة أو 50 سنة. طبعا كل ما كان الإنسان مستوى العقلي أكبر كان أفضل، وهذا دليل النمو العقلي كأفكار وكتنمية وكتطوير شخصي. هذا الإنسان شغال على نفسه، فبالتالي ما يرضى أنه هو يعيش أصغر من عمره. طيب احنا تكلمنا عن الزوجة وانكارها لذاتها وشلون تحط نفسها في هذه المشكلات وهذه الصورة في حياتها الزوجية. الآن إذا هذه الزوجة ظلمت، أو خلينا نقول هي حست أن هي مظلومة أو أن سلبت حقوقها، شلون تسترد هذا الحق؟ ويفضل طبعا أنها تسترده، لأن يوم ورا يوم إذا سكتت على حقوقها راح تشعر بالمظلومية، وما راح تكون أداءاتها في هذا البيت بالصورة المناسبة والصحية. وإحنا أساساً في كل حلقتنا اليوم يعني نرمو إلى أن إحنا نكون أصحاب صحة نفسية عالية. فبالتالي من أول الخطوات اللي هي لازم تسويها في استرداد الحقوق هي اللياقة في طلب حقها، والمرونة أيضاً في طلب هذا الحق. شلون تكون عندها لياقة عالية؟ يعني الأسلوب يكون منظم، الكلمات المختارة، الزمن المناسب في طلب هذا الحق. يعني لا يصير المظلومية الحين وتروحين تطلبين حقك بعد 3-4 سنوات، ما يعقل، لأن احتمال يكون الطرف الآخر أصلاً ناسي السالفة. فما ينفع أني أنا وايد أأجل طلب الشيء اللي أنا فقدته أو المظلومية اللي أنا حسيتها مع الطرف الآخر. نوعي في أساليبك مع الطرف الآخر اللي هو زوجك. يعني في أنماط شخصيات مختلفة، خلي عندك دراسة بهذه الأنماط ودرسي شخصية هذا الزوج، وعرفي شنو الأسلوب المناسب اللي تدخلين له لهذا الزوج في استردادك لحقك. ترى لأن إحنا ما نقول والله إنه هو ظالم أو إنه هو خذ حقك، ترى احتمال يكون غافل أو مو متعمد إنه هو يعني سلب حقك بطريقة أو بأخرى، ولكن إحنا لازم نكون عندنا ذكاء عالي. عشان كذي تكلمنا عن العمر العقلي، لازم يكون عندنا ذكاء عالي في استرداد هذه الحقوق من هذا الطرف، سواء كان متعمد أو غير متعمد. ولا أنصح مرة ثانية بأن أنا أسكت عن حقي. في عندنا معادلة مهمة جدا، هذه المعادلة عبارة عن 3 نقاط. المعادلة تقول أول مرحلة اسمها التخلية، ثاني مرحلة اسمها التجلية، ثالث مرحلة اسمها التحلية. شنو يعني هذه المعادلة؟ يعني حتى لو أنت عشتي في مظلومية معينة، إذا خذيتي هذه المظلومية لسنوات قدام ما راح تسامحين الطرف الآخر، ولا بعد فترة راح تسامحين نفسك، لأن دائما راح تشعرين بتأنيب الضمير إن أنا ليش سكت عن حقي، إن أنا خلاص ماني طايقة هالعيشة. ما يفضل، فيفضل إني أنا أسوي عملية التخلية، إني أنا أتخلص من المشكلة كلها، وبعدين أعمل عملية التجلية، أنظف المكان اللي كانت فيه هذه المشكلة. أنا قاعد أتكلم نوعا ما بطريقة فلسفية، ولكن هي جدا ترى بسيطة وعملية. وبعدين أعمل عملية التحلية، بأن أنا أصنع الأحداث الجميلة بيني وبين الطرف الآخر، فأضع هذه الأحداث في الذكرى، علشان لما أرجع أتذكر الأشياء الجميلة، وما أتذكر المظلومية أو القصة السلبية اللي أنا عشتها مع الطرف الآخر. أشعر الزوج بأنه هو قد المسؤولية. يعني لما تطلبين حقك منه، حسسيه بأنه هو منصف معاك، بأنه هو راح يعطيك حقك، بأنه هو ما راح يظلمك، وهو قد هذه المسؤولية. الاستشعار هذا اللي راح يحسه بمجرد شعور
حتى لو هو ما كان في باله انه هو قادر يرد لك حقك راح يرده، لان هذا نوعا ما تحفيز من قبلك له، ولكن الصالح طبعا للطرفين والاكبر الصالح لك في استرداد هذا الحق اللي احنا تكلمنا عنه. وايا كان هذا الحق ترى حتى لو كان شيء بسيط، اذا انت كنت تشوفينه كبير عليك طلبيه وكرري الطلب ولا تملين، ولكن غيري اساليبك مثل ما ذكرنا. نلتقي ان شاء الله معاكم باكر وحلقه جديده وباب جديد من ابواب السعاده. الى اللقاء.